الإمام علي كرم الله وجهه، ثم للسيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوزي حفظه الله تعالى. هنا في محافظة ذمار وفي العام 18 بعد الألفية الثانية، رجل على رأس قومه يؤدون اليمين توليا لرجل آخر يقول إنه موكل من الله أن يحكم اليمنيين وربما غير اليمنيين أيضا. يقول المقدشي محافظ الميليشيا في ذمار مخاطبا جمعا من الناس إن عليهم إعلان الولاية للإمام علي وعبد الملك الحوثي، ناكثين بالقسم الجمهوري ورامين بالمبادئ الدستورية عرض الحائط. علي قرين القرآن، ردة عن الجمهورية والدولة والعصر يمارسها الحوثيون كل يوم ويحتفلون بها كل عام فيما يسمونه يوم الولاية، أي توكيل الرسول محمد بالحكم لعلي بن أبي طالب كما يقول الحوثيون. يحيون هذه المناسبة ليقولوا للناس نحن أيضا وكلاء للحكم، فنحن أبناء علي بن أبي طالب. قفز على التاريخ والمنطق والدين وترويج للخرافة والأفكار الطائفية الرجعية يفرضونها بالقوة على اليمنيين، حتى وصل الأمر إلى أهم صرح في البلد وهو الجامعات. ونتولى العالم القائد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. هؤلاء رئيس جامعة إب وجمع من الأكاديميين والأساتذة يصرخون بشعارات طائفية في صرح علمي يفترض أنه مهد للعلم والتنوير والأفكار المنتمية للعصر وبوابة للمستقبل. لم تكن هذه أول لوثة في صرح جامعي، جامعة صنعاء تم تدنيسها من قبل بهكذا صرخات وشعارات وتطيف أهم صروح البلد لتصبح منابر للافتراء وتزوير التاريخ والارتداد عن الجمهورية ومكتسبات البلد خلال العقود الماضية. يحاول الحوثيون استعباد الناس وسلب حريتهم وكرامتهم بالاستعانة بقوة السلاح وخرافات من الدين والتاريخ تلقي بظلالها الخطيرة على جيل الأطفال والشباب ممن يمكن أن يشكل كتلة طائفية في المجتمع، مع ما لذلك من مخاطر على مستقبل البلد. وأمام هذا المشروع التدميري الخطير لم تتخذ الحكومة ولا أذرعها الفكرية والإعلامية أي خطوة في مواجهة ذلك، فيبقى عامة الناس أسرى قبضة ميليشيا الحوثي فكريا وضحاياها في الجبهات أو طوابير الحرمان.